هنروح لكرة الطائرة رجال، واللي طبعا ضفنا في فقرة الحوارية هيكون المدير الفني مستر طبعا فرناندو، المدير الفني الاسباني. الفريق ده كان عنده ماتش مع سموحه. طيب في ايه الماتش ده؟ الدوري اتلعب مجموعه اولى، وبعد كده انت تاهل منها ثلاث فرق، وبعد كده بعد الثلاث فرق ده تاهلت بعد كده للمجموعه الثانيه. هيكون معاك سبورتنج وبتروجيت وسموحه والترسانه والقناه، بالاضافه للنادي الاهلي. هتلعب الفرق اللي انت ما لعبتهاش، بس هتلعب سموحه والترسانه والقناه. كان عندنا مباراه مع سموحه مهمه. طبعا ليه مهمه مباراه سموحه؟ لان ده يعتبر برضو من المباريات القويه، المباريات الجامده، خاصه اللي بيقودها الكابتن اشرف رشاد المدير الفني السابق لنادي الزمالك. هو مدير فني كويس وكفء يعني، فاذا هنا فريق كويس، فريق يعني فيه شباب كتير، فكان مباراه مهمه مع سموحه. فزنا 3-0. وبالمناسبه المباراه دي طبعا اتنقلت على شاشه قناه النادي الاهلي، وكانت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. 3-0 النادي الاهلي. الاصوات جاءت كالاتي: 25-19، 25-15، و25-15. جاء تفوق كبير للنادي الاهلي فيه. فرقتنا هتلعب في الجوله اللي جايه مع نادي سبورتنج في اسكندريه، وهتكون يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. وده هيكون اختبار كويس نقدر نقيس بيه قوتنا شويه، لان نادي سبورتنج هو وصيف المجموعه برصيد 16 نقطه، وفي المباراه الاولى لينا كانت مع نادي القناه واستطعنا الفوز برضو. فكده ان شاء الله ماشيين بخطه كويسه، احنا بنتصدر المجموعه برصيد 18 نقطه. كاميرا الابطال كانت موجوده في هذا اللقاء، سجلنا التقرير ده، ونطلع لفاصل بعد التقرير وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله من بداية الموسم واحنا معانا الكابتن فرناندو مظبط لنا الجداول. كل اسبوع بيبقى معانا جدول، يعني عارفين احنا من اول الاسبوع لاخر الاسبوع هنمشي ازاي وماشيين ازاي، وعارفين احنا نازلين نتمرن ايه، يعني واللي عنده اخطاء بيبقى في تمرين انديفيدوال بنركز عليها. زي مثلا احنا النهارده الصبح كان علينا تمرين، كل واحد ركز على الحاجه اللي عايز يعليها، على المهاره اللي ناقصه عنده شويه، والحمد لله قدرنا نسيطر على الماتش. يعني طبعا الف مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. ماتش النهارده كان ماتش قوي جدا قدام فرقه قويه، فرقه سموحه بتنافس على الدوري برضه السنه دي والسنين اللي فاتت دي كلها. فطبعا احنا محضرين الماتش كويس جدا الفتره اللي فاتت دي، وقدرنا نشتغل طبعا مع الجهاز الفني على نقاط ضعف الفريق الثاني، والحمد لله قدرنا نستغل نقاط ضعفهم، والحمد لله قدرنا نكسب الحمد لله ان شاء الله. طبعا الله يبارك فينا جميعا، والقناه منوره بالاستوديو. فطبعا يعني الحمد لله بدايه قويه لينا من المباراه اللي فاتت، مباراه القناه. كنا واخدين 3 أيام راحة، كنا واخدين أسبوع مفيش ماتشات، فقدرنا ماتش المدرب معانا كل تمرينة، كل ماتش لازم نبدأ واحدة واحدة ونقلل أخطائنا، فدي يعني حاجة كويسة جدا. وطبعا هو بيدينا الحافز القوي جدا اللي هو بيحمسنا في الملعب، اللي احنا أي ماتش أي مباراة مفيش فرقة سهلة، كل الماتشات قوية. طبعا عدينا ماتشات القناه الحمد لله، ماتش القناه الحمد لله فوزنا 3-0، والنهارده مباراه سموحه يعني كويسه، فرقه كويسه محترمه جدا طبعا، فالحمد لله قدرنا نحسم الفوز وكسبنا 3-0 الحمد لله. برحب بيكي وبرحب بقناه النادي الاهلي. احنا الحمد لله رب العالمين بقالنا فتره بنتمرن صبح وليل، بنجهز الماتشات، ماشيين خطوه خطوه، ماتش بماتش. الحمد لله النهارده لعبنا، بنحاول نطبق الشغل بتاع مستر فرناندو، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتشات الجايه. يعني بنستعد ان شاء الله ماتش بماتش، وخلصنا النهارده سموحه، عندنا ماتش جاي ان شاء الله سبورتنج، ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتش الجاي. احنا قبل الماتش بيكون عندنا في زي خطه بنعملها للتيم كله، بنلعب على نقط الضعف بتاعت الفرقه اللي قدامنا، بنحاول نقط القوه بتاعتهم بنحاول نوقفها عن طريق السيرف، عن طريق البلوك، شغل كله خططي مع الراجل. والحمد لله زي ما انت شفت، يعني الحمد لله بنقدر نمسك يعني نقط القوه بتاعت الفرقه اللي قدامنا، يعني الحمد لله.